مصر أيضا، حيث كشفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة عن قيام وزير في بلادها بزيارة بعض المعالم السياحية في مصر. وقد نشرت صفحة إسرائيل في مصر عبر موقع فيسبوك صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلية الدكتور يوفال شتاينتايس خلال زيارته إلى القاهرة ومسجد محمد علي في العاصمة المصرية القاهرة. ويتواجد وزير الطاقة الإسرائيلي لحضور منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة. فيما قالت إسرائيل في مصر الصفحة التابعة للسفارة الإسرائيلية، قالت إن الفرصة سمحت له بزيارة بعض المعالم السياحية في القاهرة برفقة أشرف حسني المرشد السياحي باللغة العبرية حسبما جاء على الصفحة. وهذه هي صورة وزير الطاقة الإسرائيلي وهو داخل وهو يزور مسجد محمد علي في القلعة، وصورة أخرى لبعض الأماكن السياحية. أستاذ مجدي حمدان، إيه رأيك في الصورة دي؟ يعني وزير الطاقة الإسرائيلي داخل أحد المساجد التاريخية في مصر ويقوم بزيارتها. أنا قبل ما أسمع رأيي أنا عايز أستمتع برؤية ورأي الأستاذ محمود على هذه الصورة. يعني أنا يهمني أو أسمع رأيه قبل ما تعرف رأيي، لأن أنا رأيي يمكن معروف لديك ولدى يعني مشاهدينك لاستنكاري لتدنيس الأراضي المصرية من قبل أي صهيوني، لكن خليني أستمتع برد الأستاذ محمود. نعم رحله طبعا. طبعا يعني أنت متنازل عن حقك في التعليق لصالح محمود يعني لا أنا تعليق واضح ويعني واضح جدا في كتاباتي وفي كل حواراتي، لأن أنا أرفض تواجد أي صهيوني على الأراضي المصرية وتدنيس الأراضي المصرية. لكن طيب خلاص نروح لمحمود عطية. محمود إبراهيم عفوا، محمود إيه رأيك في أذننا طبعا بما لا نستطيع أن نسمعه في أي مكان آخر. محمود إيه رأيك في الصورة اللي نشرها السفارة الإسرائيلية في القاهرة اليوم ووزير الطاقة الإسرائيلي يعني داخل مسجد محمد علي في القلعة بيزور المسجد هو والسفير الإسرائيلي؟ يعني هي دي زيارة، هو مش هياخد الجامعة وهو ماشي، يعني ما هيزور الهرم، ما هيزور المكان، أي مكان في أي حتة، هو حر. يعني الراجل كان في زيارة عمل وبيكمل بيزور أماكن ممكن كان بيشوفها في التلفزيون. يعني أنا مش شايف إنه المسألة تحتمل أكثر، يعني نريد أن نحملها أكثر ما احتمل. لكن الرسالة السياسية الأساسية اللي أنا عايز أقولها إزاي بس محمود؟ لا قبل يعني الرسالة السياسية عفوا، أنا ممكن أنا وأنت ما نقدرش نشيل مقدس من مقدساتنا اللي هي يعني المسجد الأقصى، وإسرائيل وضع الكثير من المحاذير غير انتهاكاتها للمسجد الأقصى. فإسرائيل في المقابل ما بتسمحش للمسلمين إن هم يمارسوا شعائرهم في بيتهم في مكان مقدس ليهم، وفي مصر بتسمح لوزير إسرائيلي الدخول لمسجد محمد علي في القلعة بكل أريحية وسياحة، ويجيب له كمان يعني مرشد سياحي عبري ليتحدث إليه. هذه هي المشكلة محمود، يعني أنت ردك فيها إيه؟ لا أنا متأكد أنه لو في وزير مصري حب يزور أي مكان مقدس في الأراضي المقدسة هيروح، يعني ما عندوش مشكلة، وفي مصريين بيحجوا. يعني مسألة تانية، يعني دي بقيت أنك تقارن وزير بشخص يعني بالمصلين العاديين اللي بيطعنوا الآخرين وبيقتلوهم وكذا. مين يعني اللي بيطعن الآخرين يا محمود؟ يا محمود بس عشان نكون منطقيين، هو مين اللي بيطعن؟ بالأمس أول أمس تحديدا تم الاعتداء على مدير المسجد الأقصى الشيخ الكسواني، وتم ضرب المصلين. أخذ الرسالة السياسية بعيدا عن مسألة مين طعن مين والكلام ده، الرسالة السياسية اللي لسه المعارضة المصرية ما فهمتهاش انه مسألة العداء لإسرائيل اللي هم تجروا بيها ضد السادات وتجروا بيها في ثلاث أرباع عصر مبارك واستغلوها انتهت خلاص. المصريين دلوقتي مش شايفين إسرائيل، وخصوصا في ظل الانقسامات الفلسطينية واللي حصل في فلسطين وظهور حقيقة الجماعات والمسلحين وخناقات وكذا وفلوس وحاجات طيب كتير بتتقال تمام. يعني فكل طيب خلينا نسمع رد ياسر الهواري على كلامك. ياسر تفضل. يعني المنظر مقزز، يعني هي الفكرة في انه وزير إسرائيلي جاي يزور الحتت اللي هو شايف ان هو خلاص يعني النظام ده بيعتبر إسرائيل هو الشريك الأساسي. وانا كويس كويس والله ان انا بسمع من الكلام ده من الاستاذ محمود، بس هو بيقول ان المصريين خلاص بطلوا يعني فكرة ان إسرائيل عدو كده. مش صحيح ده حقيقي؟ وانت مصري بتالي مش صحيح. يعني بتهيألي ان انا لسه يعني معايا الباسبور الأخضر ومعايش غيره يعني الحمد لله. يعني والحقيقة انا يعني انا مش لوحدي، يعني الحقيقة انه المصريين اللي اتكلم عنهم الاستاذ محمود انا الحقيقة اللي هم خارج السلطة انا ما اعرفهمش.
يعني فكرة العداء لدولة إسرائيل احنا بنشوف. والحقيقة انه الكلمة اللي قالها كلمة صعبة قوي، اللي بيطعنوا والمصلين اللي بيطعنوا، يعني هو وصم الشعب الفلسطيني اللي، ومع ذلك حتى الطعن ده في حد ذاته ناس بتضرب بالإف 16، فهو مستكتر عليهم انه هم يعني يقاوموا بسكينة. يعني يعني الواحد مش مدرك بجد يعني حتى استكتار انك واحد بيضربني بطياره فانا بقاومه بسكينه، وده كتير، ده كده بقى اجرام، فمن حقه ان هو يتمنع من الدخول للصلاه، لكن الوزير بتاعهم يدخل عننا في اي حته وبراحته، ما فيش مشكله. والشعب المصري غير صحيح يا استاذ محمود ان الشعب المصري مش على عداء مع دوله اسرائيل، الشعب المصري ما نسيش اللي اتعمل في الدوله المصريه، الشعب المصري مش ناسي انه كل الملفات اللي بتعاني منها مصر، واخرها بالمناسبه سد النهضه، في صوابع اسرائيليه وراها. مش صحيح ابدا انه المصريين مش شايفين اسرائيل صديقه، ده مش صحيح، ده موجود في دوائر السلطه اللي بتستمد قوتها وشرعيتها من مسانده نتنياهو ليهم في المحافل الدوليه، ومن مسانده نتنياهو ليهم عند الادارات الامريكيه، ومن مسانده نتنياهو ليهم في الامم المتحده وغيرها. فيعني بقى انت عايز تقول خطاب بتاع السلطه قول، لكن ما تتكلمش باسم الشعب المصري، يعني بقى ده مش صحيح. شكرا. وانا بقول الكلام ده بصفتي واحد من الشعب المصري. ياسر على الهواري الناشط السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر أستاذ مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، كان معي عبر سكايب من القاهرة، وعبر سكايب أيضا كان معي من القاهرة الأستاذ محمود إبراهيم الناشط الحقوقي. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل أبو الغيط يقول إن عودة دمشق للجامعة العربية مرهونة بالتوافق وليس الإجماع، فهل تمهد تلميحاته إلى قرب عودة الأسد إلى الجامعة؟ ابقوا معنا.